أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم، ربي يتقبل طاعاتكم وصلاتكم وقيامكم وصيامكم بإذن الله. نلتقي على الخير إن شاء الله لشرح موضوع جديد من مواضيع الوحدة الثانية في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط، وموضوعنا لهذا اليوم الماضي البسيط اللي هو past simple. past simple tense. tense اللي هو قلنا من ذاك الدرس بالمضارع، تنس بمعنى زمن، إذا زمن الماضي البسيط. الاستخدام كالعادة، شوف الاستخدام، شوف الظروف، بعدين نشوف التركيب. الاستخدام يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث وقع وانتهى في وقت محدد ومعلوم في الماضي. إذا نتكلم عن شغلة صارت وخلصت، بس نعرف موعد الحدث متى وقع ومتى انتهى. الظروف الدالة على جملة الماضي البسيط، شنو الكلمات اللي إذا أجت بالجملة نعرف هاي الجملة ماضي بسيط؟ من أشهر الكلمات طبعا yesterday، yesterday البارحة. عندي last مع ظرف زمان، يعني last ولازم وراها ظرف زمان، مثل مثلا last night الليلة الماضية، last week الأسبوع الماضي، last month، last year، last January، last Sunday، last Friday، بهذا الشكل. وعندي مدة زمنية يتبعها كلمة ago. شنو يعني مدة زمنية؟ يعني فترة زمنية عادة تسبق بعدد، مثلا two days ago، هنا ago بمعنى قبل، two days ago قبل يومين، ten years ago قبل 10 سنوات، a week ago قبل أسبوع مثلا. عندي كلمة recently، recently اللي معناها مؤخرا في الفترة الأخيرة. والتواريخ في الماضي على سبيل المثال، من أقول 2010 2010 مثلا 1999 1999، هاي التواريخ الماضي. هاي العبارات إذا وردت بالجملة نعرف من خلالها أنه زمن الجملة ماضي بسيط. التركيب اللغوي لجملة الماضي البسيط، شنو مكونات الجملة مال الماضي البسيط؟ كأي جملة أخرى، جملة الماضي البسيط تبدأ بسبجكت الفاعل. طبعا احنا نتكلم بالبداية عن الجملة المثبتة، بعدين نشوف كيف نكون النفي والاستفهام. سبجكت الفاعل، ثم verb to اللي هو فعل في شكله الثاني. كما قلنا سابقا لكل فعل ثلاثة اشكال، الشكل الاساسي للفعل او نسميه المصدر او المجرد ويستخدم في زمن المضارع البسيط، الشكل الثاني للفعل ويستخدم في زمن الماضي البسيط. إذا فاعل، فعل في شكله الثاني، ثم complement تكملة الجملة. لاحظ هنا، تحتوي جملة الماضي البسيط على فعل واحد فقط، مثل جملة المضارع البسيط فيها فعل واحد فقط يكون في شكله الثاني. إذا جملة الماضي البسيط تحتوي على فعل واحد وهذا الفعل يكون في الشكل الثاني، وهذا الفعل يعني هذا الفعل إما was were، يعني الفعل اللي بجملة ماضي البسيط إما was أو were لوحدهما بدون أي فعل آخر. إذا was were اللي هن يعتبرن شنو ال was were؟ هن الشكل الثاني مال أفعال الكينونة. أفعال الكينونة المصدر الأساسي مالها be، اللي هو حرفين be و e، حرفين هاي ال be هي مصدر أفعال الكينونة. يتفرع من عدهم بالمضارع is am are، اما في الماضي فنستخدم منهم was were. اذا الwas والwere يعتبر verb to، يعتبر الشكل الثاني لافعال الكينونه. اذا جمله الماضي البسيط الفعل مالها اما يكون was او were او فعلا رئيسيا في شكله الثاني، الافعال مثل go وread وwrite وspeak وplay وeat ودrink مثلا، وكثير من الافعال. هذه الأفعال اللي ذكرتهن هسه أنا ذكرتهن بشكلهن الأساسي، ما يصيرن بالماضي البسيط، لازم أجيبهن بالشكل الثاني، أحولهن للشكل الثاني مالها. ورا شوي نتكلم عن هالحالة. جيد، نشوف هسه التركيب. نبدأ بجملة الماضي البسيط مع was والwere. جملة الماضي البسيط مع was والwere شنو تركيبها؟ التركيب مالها subject فاعل، إما was أو were. طبعاً ال was وال were علاقتهم بمن؟ بالفاعل، حسب الفاعل نختار إما was أو were، ثم complement
تكملة الجملة. انتبه، ما دام الجملة ماضي بسيط، هذه التكملة بدون فعل، بعد ماكو فعل، الفعل الوحيد بالجملة هذا إما was أو were، هذا الفعل الوحيد متواجد في الجملة. جيد، هسه يمكن نستخدم was ويمكن نستخدم were. إذا كان فاعل الجملة أحد الضمائر I, he, she, it أو اسم مفرد، إذن الاسم المفرد مع هذه الضمائر الأربعة I والhe والshe والit يتناسبن ويا من؟ ويا was. شنو التكملة؟ انتبه شوف التكملة ماكو فعل، ها؟ I was at home. was هنا بمعنى كان، كنت. I was at home، كنت في المنزل. ال we وال you وال they أو الأسماء الجمع ذني يتناسبن ويا من؟ ويا where. إذن we were friends، كنا أصدقاء. شوف العبارة هنا معناها أنه تخاربنا، بعد إحنا مو أصدقاء، كنا أصدقاء متى؟ في الماضي. جيد، هذا التركيب اللي يحتوي على was where شلون ننفيه وشلون نسويه؟ سؤال. يتم نفي هذا التركيب اللي هو تركيب الجملة بوجود was where بوضع not بعد ال was أو ال where، يعني نحط not في هذا المكان. وفي حالة الاستفهام يتم تقديم was أو were على الفاعل، يعني نجيب ال was وال were نقدمهم قبل الفاعل ونضع علامة استفهام في نهاية الجملة. Example، نشوف هذا المثال. على سبيل المثال اللي هي هاي الجملة she was at home. she was at home أريدها negative، نفي. قلنا بالنفي الجملة ما دام تحتوي على was أقول she was. في حالة النفي يتم وضع not بعد was where. she was not، أريد أختصرها مثلا she wasn't وأكمل at home. بالسؤال وفي حالة الاستفهام يتم تقديم was أو where على الفاعل، الفاعل اللي هو she، فأقدم ال was فتصير الجملة was she at home وأضع علامة استفهام في النهاية، هذا إذا كان الفعل was أو were. بقى جملة الماضي البسيط مع الأفعال الرئيسية، إذا كان الفعل الرئيسي play, read, write, send, yourself, build, يبني، هواية من الأفعال الرئيسية. شنو تركيب الجملة؟ أيضا subject بالبداية، فاعل، ثم verb to، فعل في شكله الثاني اللي هو التركيب الأساسي، فعل في شكله الثاني ثم complement وتكملة. نتكلم الآن عن الفعل الشكل الثاني، يعني على سبيل المثال عندي play شكل أول، شلون أجيب الشكل الثاني مالها؟ عندي go شكل أول، شلون أجيب الشكل الثاني مالها؟ عندي نوعين من الأفعال. لاحظ لدينا أو هناك نوعان من الأفعال، one regular verbs، regular verbs أو ما يسمى بالأفعال القياسية. شنو هي الأفعال القياسية؟ وهي الأفعال التي يتم تحويلها إلى شكلها الثاني. شنو المقصود بالثاني؟ الماضي يحول إلى شكلها الثاني بإضافة ED إلى نهاية الفعل. على سبيل المثال play، هذا مضارع يلعب، شلون نسويها ماضي؟ شلون نسويها لعبة؟ هذا فعل قياسي فيضاف له ED. watch يشاهد، watched. move يتحرك، انتبهني مو فعل قياسي ولكن ينتهي بE، احنا بالعادة نضيف ED، ما دام الE موجودة نضيف D فقط. hate يكره، أخذناها بالتعبير عن الأشياء التي تحبها والتي لا تحبها. hated هم بها إي أضفنا دي فقط. زين، study فعل قياسي ولكن انتبهوا للميزة مالته، ينتهي بحرف واي. شوف البلاي هم تنتهي بحرف واي، بس هذا شنو ميزته؟ حرف واي وقبلها حرف صحيح، هاي البلاي قبلها حرف عل، فإذا الفعل قياسي انتهى بواي وقبله حرف عل أضيف له إيدي عادية، بس إذا انتهى بحرف واي وقبله حرف صحيح تقلب الواي إلى آي ثم أضيف إيدي. study اللي هي معناها يدرس، درس. carry
يحمل يشيل يحمل ايضا نفس الحاله مسبوقه بحرف عله اللي هو بحرف صحيح العفو اللي هو الار تقلب الواي الى اي واضيف اي دي. هذه الحاله اذا انتهى الفعل القياسي بحرف ال ترافل يسافر كنترول يتحكم شلون نقول ريموت كنترول اللي هو جهاز التحكم عن بعد هو طبعا احنا نقول ريموت هو ريموت مو ريموت ريموت هاي الكلمه ريموت موجوده في قصه الغزاله اللي هي بنهايه الوحده الثالثه. ترافل تصير شنو؟ ترافلد وكنترول controlled. تبي سوينا ضاعفنا كررنا حرف ال ثم اضفنا ed. هذا بالنسبه للافعال القياسيه. الريجولار فيرب شوف ريجولار قياسي شنو ضفت لها ار الريجولار صارت عكس. الريجولار فيربس الافعال غير القياسيه او تسمى احيانا بالافعال الشاذه وهي الافعال التي يختلف شكلها الثاني اللي هو الماضي عن شكلها الاول واحيانا لا يتغير الفعل ويبقى كما هو في شكليه الاول والثاني. هس مثلا بي البي اللي هي اصل افعال الكينونه قلنا بالمضارع تصير از وام وار. بالماضي البي ايش تتحول بالماضي؟ اما ووز او وير طبعا حسب فاعل الجمله. كم ياتي يحضر شوف سي او صارت سي اي كيم حضرت. fly يطير شوف التغيير flew see يرى هذا من الافعال المستخدمه بكثره so build يبني built تغير دي الى تي go يذهب went ذهب write يكتب الاي تتحول او brought buy يشتري bought اشترى. هاي المجموعة من الأفعال تبقى كما هي بالمضارع وبالماضي ما يتغير الشكل مالها. cost بمعنى يكلف يكلف مو تكلف شخص يسوي شغلة لا يكلف ماديا هاي الشغلة شقد كلفت فلوس هذا القصد في cost. cut يقطع وأحيانا يجرح cut تبقى let يترك يدع let put يضع put read يقرا بس انتبهوا للريد الريد بها ميزه لفظيه بالمضارع تقرا read مطوله read بالماضي تقرا read read وكانك تقرا اللون الاحمر read set يجهز او يرتب ست تبقى كراهيه. جيد. هسه سؤال بسيط. طبعا تجيك صحح الفعل يجيب لك جمله بها دليل من دلائل الماضي وحاط لك فعل بين قوسين ويقول لك صحح الفعل. فانت من عرفت الجمله ماضي بسيط شو تسوي؟ لازم الفعل بين قوسين يتم تحويله الى الشكل الثاني. اذا كان قياسي احط له ايدي. امشي على القواعد، احط له ايدي، ايدي او احط له دي فقط او اقلب الواي الى اي او اضعف الار. واحط ايدي، واذا كان غير قياسي فيجب ان تكون حافظا لتصاريف الافعال، لازم تعرف الافعال شكلها. زين، شلون اميز هذا الفعل قياسي او غير قياسي؟ لا تتعب نفسك بالبحث، لا يمكنك التمييز، ليس هناك شيء يدل على أن هذا الفعل قياسي أو غير قياسي. الحل الوحيد هو أن تحفظ الأفعال غير القياسية. إن شاء الله أسفل الفيديو راح تلقون رابط بقائمة لبعض أشهر الأفعال استخداما في اللغة الإنجليزية راح أكتب لك بها الشكل الأول للفعل كيف يكون عند إضافة ES مثلا كيف يكون عند إضافة ING شنو الشكل الثاني مالته الماضي وشنو التصريف الثالث مالته. أتمنى أن تراجعوها وتحاولوا قدر الإمكان تحفظوها لأن مهمة جدا. جيد، هسه حاليا راح نتوقف ثواني قصيرة أكمل بعدها الدرس آخذ بعض الأمثلة
شلون يجي تصحيح الأفعال بالماضي، وناخذ تركيب جملة النفي والاستفهام. لحظات ونعود بإذن الله. أوكي أعزائي الطلاب، نعود مع بعض الأمثلة ثم نشرح النفي والاستفهام. خلينا نشوف هاي الأمثلة. Do as required، افعل ما هو مطلوب. شو المثال الأول؟ الجواهري، شاعر كبير، شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، موجود عندكم قصيدة أدب الثالث المتوسط. الجواهري بي بين قوسين بي بورن، ولد in 1900، سنة 1900. طبعا اكو خلاف على ولادة الجواهري، بعض المصادر تذكر 1899، بعض المصادر تذكر 1900، وبعض المصادر تذكر 1903. الغالب والمتفق عليه في اغلب المصادر 1900، ما اعرف يا سنة كاتب لكم اياها بالكتاب الثالث. هنا المطلوب كوركت، صحح، صحح الفعل بي. قلنا الفعل بي أفعال كينونة، is, am, are, was, were. إذا كان الزمن مضارع، مثل ما ذكرنا بالمضارع البسيط بالمحاضرة السابقة، إذا كان الزمن مضارع الفعل be نحوله إما is أو am أو are حسب فاعل الجملة. أما إذا كان الزمن ماضي فالفعل be يحول إلى was أو were حسب فاعل الجملة. هذه الجملة ماضي لو مضارع، 1900 تاريخ يشير إلى الماضي، التواريخ في الماضي هي دلالة على زمن الماضي البسيط، وفي الماضي البسيط يحول الفعل إلى شكله الثاني، الشكل الثاني من بي إما was أو were. نشوف الفاعل، إذا مفرد حط was، إذا جمع حط were. الجواهري مفرد فالتصحيح يصبح was. الجملة الثانية، we play ping pong. Ping pong اللي هي تنس الطاولة المنظري. We play ping pong after school. لعبنا تنس الطاولة after school بعد المدرسة، ورا ما خلصنا دوام. Yesterday البارحة. Correct أيضا صحح الفعل play. لازم أشوف زمن الجملة. إيش عندي هنا؟ Yesterday البارحة دليل من دلائل الماضي، وما دام الجملة ماضي يجب أن يحول الفعل إلى شكله الثاني. شنو الشكل الثاني مال play؟ طبعا play من الافعال القياسيه شكله الثاني باضافه ed. قلنا شلون تعرف فعل قياسي ومو قياسي؟ ماكو شيء يخليك تعرف الا انك حافظ الافعال. اذا هنا التصحيح باضافه ed. We played. الجمله الثالثه، جيرماني المانيا World Cup كأس العالم 6 years ago قبل 6 سنوات، أخذت كأس العالم قبل 6 سنوات في كأس العالم المشؤوم اللي ألمانيا فازت بيه على البرازيل 7-1. جيد، هنا الاختيار أو الطلب choose، اختار. اختار عندي is winning. شوف is مع فعل ing هذا مضارع مستمر. wins بها اس الشخص الثالث هذا مضارع بسيط. was winning was aware مع فعل ing هذا ماضي مستمر. و won اللي هي الشكل الثاني مال win اللي هي زمن الماضي البسيط. فأشوف شنو عندي، عندي ago مع مدة زمنية، وجود مدة زمنية مع كلمة ago قبل 6 سنوات هي من دلائل الماضي البسيط، وبالتالي يجب أن نختار الشكل الثاني للفعل اللي هو won. شلون تختاره؟ لازم تكون حافظة won. Last night هذا دليل الماضي مالي، last مع ظرف الزمان. Last night I sent an email، أرسلت email to Jack، إلى جاك صديقي جاك. أيضا المطلوب correct، صحح الفعل، وعرفنا أن الزمن ماضي بسيط فيجب أن يحول الفعل إلى شكله الثاني، شكل الثاني مال send، sent أرسل. هاي الجملة ما بيها ظرف زمان، ما بيها دليل زمني، بس الطلب مباشر. شنو الطلب؟ هو قال لي سويها past simple، ماضي بسيط. في هذه الحالة مباشرة الفعل اللي بين قوسين أحوله إلى شكله الثاني. شنو الشكل الثاني مال سي؟ المفروض حافظه سي شكله الثاني سو. جيد.
هسه كيف ننفي جملة الماضي البسيط التي لا تحتوي على وزور؟ وكيف نحولها إلى سؤال؟ هسه أنا عن ما نبحث الجملة الما بها وزور، لأن على سبيل المثال هاي الجملة بها ووز، وقبل شوية شنو قلنا؟ إذا الجملة احتوت على ووز أو وير فالنفي قبل أحط نوت، يعني إذا أريد أنفي هاي الجملة أحط لها نوت هنا الجواهري ووز نوت وأكمل، وإذا أريدها سؤال أجيب الووز قبل الجواهري ووز الجواهري بورن إن 900 وأحط علامة استفهام. هاي واضح، بس بقية الجمل ما عندي بيها ووز وير، زين شلون أسويها؟ إذا تتذكرون بالمضارع البسيط قلنا الجملة التي لا تحتوي على إز وآم وآر بالمضارع البسيط نريد نسويها نفي وسؤال نستخدم لها إما دو أو داس، هذا بالمضارع دو أو داس، ولكن في الماضي البسيط في هذه الحالة يا حالة في حالة عدم وجود ووز وير بالجملة شلون نسوي نفي واستفهام؟ في هذه الحالة نستخدم الفعل المساعد did حسب التركيب الآتي بالمضارع do و does، الدو مع ضمائر الجمع والدز مع ضمائر المفرد الغائب، بالماضي did مع كل الضمائر لا يفرق بين الجمع والمفرد. شلون يصير النفي؟ النفي باستخدام did أبدأ بسبجكت الفاعل فاعل الجملة وأضع بعده didn't مباشرة ثم الفعل مصدر. انتبه قبل النفي هاي الجملة كانت ماضي بسيط، يعني شنو؟ يعني فعلها في شكله الثاني، من حطيت didn't الفعل اللي بالشكل الثاني أرجع الأصل مصدر، يعني أرجع للشكل الأول ثم أكمل الجملة. بالسؤال أجيب did بالبداية ثم subject فاعل وأيضا أرجع الفعل إلى حالة المصدر شكله الأول وتكملة الجملة وعلامة استفهام. نشوف ذن المثالين، ذن المثالين تقريبا الموجودات فوق غيرت شوي. They played tennis yesterday، لعبوا التنس البارحة. شوف انتبه من أقول تنس، تنس أرضي هاي الكرة الصفراء، تنس أرضي كرة الصفراء، بس من أقول بينج بونج أو أقول تيبل تنس لا تنس طاولة منظري. They played tennis yesterday، أولا عندي دلائل أنه زمن الجملة ماضي، وجود الإيدي من جهة ووجود yesterday من جهة البارحة دليل من دلائل الماضي. أريد أنفيها وأسويها سؤال، أباوع للجملة بيها وزور ما بيها؟ بيها فعل مساعد من أي نوع؟ يعني will, would, shall, should، ما بيها أي نوع من الأفعال المساعدة. إذا كانت الجملة لا تحتوي على أي فعل مساعد وكان زمنها ماضي بسيط نستخدم لها did للنفي والسؤال. في حالة النفي نبدأ بالفاعل مال الجملة اللي هو they، خلي اكتبها بالاسود they، ثم اضع didn't. انتبه يعني هسه انا جبت they والdidn't حطيتها هنا، didn't وين اجت؟ قبل played. زين ورا didn't شنو؟ فعل مصدر، يعني هذا الفعل ارجع لاصله، يعني اشيل الايدي مالته. they didn't play واكمل الجمله واحط نقطه. في حالة السؤال نفس الشيء، ماضي بسيط ما بيها فعل مساعد، من أريد أسويها سؤال استخدم لها did. did بالسؤال وين يجي؟ يجي بالبداية، فتصير الجملة did، يعني حطيت did هنا. did they، ما دام حطيت did هنا يعني هذا الفعل هم أرجع الأصل، did they play أكمل الجملة وأحط علامة استفهام. الجملة الثانية he saw، so اللي هو الماضي مال سي، he saw a terrible accident، هو رأى حادثا مروعا مريعا فظيعا. انفي الجملة او سويها سؤال. اول شيء اعرف الزمن، هاي الجملة ما بيها دليل زمني، ماكو yesterday ماكو last week. ليش قلت لك لازم تحفظ الافعال؟ بس انت ما دام شفت so اللي هي الشكل الثاني مال سي، أي فعل في شكله الثاني معناها الجملة ماضي بسيط. إذن هذه الجملة ماضي بسيط ولا تحتوي على فعل المساعد، فبالنفي والسؤال استخدم لها did. طبعاً الdid بالنفي أجيب الفاعل اللي هو he.
أضع didn't. نفس الكلام اللي قلته قبل شوية. didn't خليتها ورا الفاعل. didn't نفس الحالة راح تجي ورا الفاعل. الفعل so من صار ورا didn't لازم يرجع لأصله. أصله شنو؟ she. أكمل الجملة وأحط نقطة. وبالسؤال أحط did بالبداية. he. والسو هم رجعها she. أكمل الجملة وأحط علامة استفهام. هكذا ننفي ونكون سؤال في زمن الماضي البسيط في حال عدم وجود was أو where. انتهى هذا الدرس بحمد الله. أتمنى أن يكون واضحا لكم. نلتقي في محاضرة قريبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.